السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم وليد من قناه بيكسل بي جي. فيديو اليوم ان شاء الله حيكون على يد تحكم بلاي ستيشن 5، سوف نجربها مع الهاتف. طرق التشغيل، وهل تشتغل مع برامج محاكاه لمس، وهل تشتغل جيدا مع الالعاب المدعومه بها ايدي التحكم في الاندرويد. لذا لا نطيل عليكم، نترككم مشاهده ممتعه، ولا تنسوا دعمنا في القناه. الى اللقاء. وكي بدايه تجربتنا مع يد البلاي ستيشن 5، كما نعلم ان يد البلاي ستيشن 5 تتميز بعده ميزات مثل الهزاز المحترف او المتطور والتريجرات مقاومه الازرار هنا الخلفيه، وعندك حساسيه التاتش باد والامارات مختلفه متطوره على يد البلاي ستيشن 4 اكيد. لكن يا صديقي، هذا التطور والميزات تستخدمها فقط مع البلاي ستيشن 5، لكن لو استخدمتها مع الحاسوب او الهاتف يا اخي العزيز، هنا لن تعمل معك هذه الميزات بتاتا. لا هزاز ولا مقاومة الأزرار ولا شيء ولا شيء، تعتبر يد عادية سيمبل. إذا باش نكون على صورة واضحة، لذا طريقة التشغيل يا صديقي، أي تريد تشغيلها مع الهاتف، هنا سوف تستخدم المود بيرينغ. والمود بيرينغ أنك تبقى ضاغط على الهوم وزر الشير مع بعض، تظهر لك رمشات في الإنارة مثلها مثل طريقة البلاي ستيشن 5. لذا سوف نجربها. أول شيء نأتي بالهاتف ونشغل مود البيرينغ، تبقى ضغط على الشير والهوم مرة واحدة وهكذا مع بعض، سوف تظهر لك رمشات كما ترون الآن فقط في الإنارة، لا تظهر لك صفقات الإنارة كي تظهر رمشات في اليد. لما تظهر لك رمشات الإنارة هنا، تذهب أنت إلى البلوتوث عندك في هاتفك، تجدها باسم ويرلس كنترول شبيهة لاسم بلوتوث الخاص بالبلاي ستيشن 4، تعطيه الاختيارات أكيد. لما تعطي الاختيار هنا اخي، سوف نجرب اليد كما ترى تعمل على اساس يد كلاسيكية. هنا يا صديقي اليد تعمل على اساس يد كلاسيكية، في حالة هنا مقبولة في الالعاب التي تدعم ايدي التحكم في الهاتف مثل اسفالت 9 او ريال رايتنج او الالعاب المدعومة بها التحكم. لكن في حال تريد الدخول بها الى لعبة بابجي، هنا يا اخي اكيد حل لعبة بابجي تتعرف على اليد وتبندك مدة اظن مدة اسبوع. لكن هنا تحتاج انت الى طرق او برامج محاكاة لمس لتحول اليد على اساس محاكاة لمس لكي اللعبة لا تتعرف عليها ولا تتعرض للتبنيد. لذا نتطرق الى البرامج محاكاة اللمس التي تدعمها اليد او تعمل معها جيدا. لذا سوف نقوم احنا بتجربة البرامج التي اعمل عليها دائما فيديوهات، ونرى في حال لو تشتغل جيدا مثل بلاي ستيشن 4 او تكون بها مشاكل. لذا ننطلق. اوكي، بديت مع تجربتنا مع برامج محاكاة اللمس او برامج الطرف الثالث. دائما سوف اتكلم على اربع برامج لا تعمل مع اي تحكم، وهما برنامج الفلاي دي جي، وبرنامج الاف بي اس لوك، وبرنامج الجيم سير وورد، وبرنامج شوتينج بلس. يا اخي هاد اربع برامج تعمل فقط مع قطعها الخاصه او ايدي تحكم ايد الخاصه بها. لذا لو عندك اي يد اخرى لن تعمل مع هذه البرامج. لذا الايد التي سوف اجربها مع يد بلاي ستيشن 5 وهي البرامج مثل جيم باد برو، مانتس جيم باد برو، وجوي. هاد الثلاث برامج يشتغلون مع جميع ايدي التحكم عبر البلوتوث او عبر الوصلات. لذا نجربها ونرى هل يشتغلون جيدا او بهم مزايا او بهم مشاكل. لذا ننطلق. واول تجربه لنا ستكون مع برنامج الجوي. اكيد حتفعل برنامج الجوي، احنا فعلناه عبر الحاسوب. عندك انت طريقه تفعيل، تجد الفيديو هنا في الاعلى يا صديقي، طريقه تفعيل برنامج الجوي، لانه يحتاج الى التفعيل كي يعمل مع جميع الايادي البلوتوث. لذا طريقه التفعيل موجود عبر الوصله الخاصه من الشركه او التفعيل عبر الحاسوب. احنا ساي هذه المرحله تخطيناها لاني فعلته اصلا وشغلت الريموت وربطت كل شيء مرتبط. الان سوف نقوم بعمل تشيك او فيريفيكيشن للريموت كنترول كيف تعمل. هنا من ناحيه الجويستيك كل شيء جيد، من ناحيه الديباد كل شيء جيد، يعمل بدون مشاكل على الجويستيك. لكن يا اخي العزيز شوف الازرار، لما اضغط على الازرار مختلفة تماما. انظر هذا يعيد الخلف، لما اضغط على اكس كما ترى المربع يظهر لي في منطقه اخرى. المثلث ناخذ على سبيل المثال التريجر، التريجر لا يعمل هذا، والتريجر الخلفي كما ترى يعمل في الاعلى. لو ضغطنا على ستارت تظهر على انها تريج الخلفي. المهم اليد مط لا اعلم وين المشكل هنا، لكنها لن يفهمها اكيد البرنامج لم يفهمها، لكن احنا معلش سوف ندخل للعبه ونجرب في حاله لو تعرف على الازرار ولا لا مع لعبه بابجي اكيد.
الآن أخي تجربة يد البلاي ستيشن 5 مع برنامج الجوي. أول شيء سوف نرى في البرنامج الأزرار كما ترى معدلة في المناطق الحركة، كل شيء في مكانه الصحيح. لكن في اللعب يا أخي يعمل فقط الجويستيك الذي على اليسار، أما هذا كما ترون لا يعمل جيدا، يضم أزرار أخرى، زر الخلفي هذا يخرج لك زر آخر، وكل شيء منظم أصلا من قبل. إطلاق النار لا يعمل، يظهر لك شيء آخر، أظن كان إطلاق النار هو ستار. لا كما ترى يا أخي العزيز مع برنامج جوي لن يعمل معك أكيد، كل شيء متلخبط، كل شيء في شيء لا أعلم أصلا واش اللي حدث هنا في البرنامج. لا أنصح باستخدام برنامج جوي مع بلاي ستيشن 5 ولا بلاي ستيشن 4، كلاهما لا يعملان مع برنامج الجوي، إذا انطلق لبرنامج آخر. والآن تجربتنا مع برنامج مانتس جيم باد برو هو أيضا. أول شيء يا صديقي فقط أوضح عليه، تذهب إلى الكاليبريشن هنا يا أخي وتضع جميع الكاليبريشن الخاصة باليد. أظن أنه وضعتها مرة، نعم لازم تغير عود الأعذار الأزرار لأنها سوف تكون متغيرة. كما ترى الأزرار في منطقتها الصحيحة، كل شيء في منطقته الصحيحة، ما عليك فقط الدخول إلى الكاليبريشن وتعمل له الأزرار، تعاود تحدد له أزرار مرة أخرى. إذا الآن كل شيء هو أيضا يتفعل، وطريقة تفعيل برنامج جيتانا هنا في الأعلى، هناك البرنامج الشرح عليك تماما. برنامج يشتغل مع جميع أي دي بلوتوث بالوصلة أو بالبلوتوث كما تريد، وعندك طريقة تشغيل به ثلاثة به عبر الوصلة، أظن لا أعلم لا لسه متأكد من الوصلة، أظن موجود فقط طريقة من هاتف إلى هاتف وعبر الحاسوب، أنا قبل أصلا فعلته. والآن ننطلق إلى لعبة ببجي مرة أخرى ونرى البرنامج كيف يشتغل مع اللعبة. كما ترى يا صديقي شغل البرنامج، علامته هنا، سوف أضيف فقط زر لكي أوضح أن الأزرار كلها وضعت بعض الأزرار في أماكنها، لا أريد التكتير فقط للتجريد. أشغل زر الأرتو، سوف أضع زر الأرتو جديد، أضع في منطقة إطلاق النار، كل شيء جيد. الآن يا أخي هنجرب إطلاق النار كما ترى. أمورات تعمل مثلا مثل الجويستيك على اليسار يعمل، القفز بعض الأزرار تعمل جيدا كما ترى تعمل جيدا، لكن الجويستيك لا يعمل. أظن الجويستيك وضعته جهة اليسار، عفوا الجويستيك أنا وضعته جهة اليسار. كما ترى تعمل الجويستيك، الحركة تعمل، تقييم إطلاق النار كل شيء يعني. هذه أخ يا جماعة فقط باش تكونوا متنبهين، زر الجويستيك اللي على اليمين لا تضعه على النصف اللي على اليسار، كما يحدث لك كما رأيت يحدث لك مشكلة يبقى يتمشى اللاعب به، ضعه على جهة اليمين هكذا. به بعض المشاكل اللي أعلم وين بالضبط، كما ترى هو يبقى طارق النار، به بعض المشاكل لما تعمل اي وتضغط النار وتحرك الجويستيك يتوقف مثلا مرة، تشوف لما تأيم وتطلق النار وتحرك، ولا تكون تحرك وتطلق النار يتوقف وعاود ينطلق مرة أخرى. شوف لو ميزتو معي، شوف أعيدها، لما تأيم وتحرك وتطلق النار حيتوقف لبرها عادي يتحرك. كما ترى به بعض المشاكل العالمين بالضبط، لكن عزيزي المشاهد به بعض مشاكل البرنامج مع يد بلاي ستيشن 5. لذا يا جماعة فأنصح باستخدام البرنامج كما رأيتم، لن يساعدك مدام به أي مشكلة، لن تساعدك على طريقة اللعب، لذا انطلق إلى برنامج آخر. والآن تجربتنا مع البرنامج الأسطوري كالعادة الذي تستعمل معه جميع الأيادي وهو برنامج جيم باد برو. يا أخي البرنامج عملت عليه فيديوهات طويلة، طريقة الشرح، طريقة تعديل الأزرار، طريقة التفعيل. التفعيل هنا أكيد تحتاج إلى وصلة USB أو عبر الحاسوب أو هاتف لهاتف. وضعت جميع الفيديوهات سوف ترى هنا شرح البرنامج، وفيديو التفعيل يا أخي سوف تجدها في صندوق الشرح أسفل الفيديو، ابحث سوف تجد بالكتابة العربية كاتب لك طريقة شرح أو طريقة تفعيل برنامج الباندا، سوف تجد الرابط أسفلها، ادخل دائما انزل للوصف وقرأ تجد جميع المعلومات التي تحتاجها. لذا يا صديقي نجرب البرنامج مع الببجي ونرى.
والآن كما ترون الأزرار والبرنامج كل شيء معدل. التجربة الآن سوف تكون معي البلاي ستيشن 4 5. هنا مع برنامج جيم باد برو تعمل لك اليد جيدا بدون اي مشاكل. الناقص الوحيد وهو التوتش باد يا صديقي. التوتش باد لا يظهر لك على مثل البلاي ستيشن 4. لو تتذكر عملت عليه فيديو بلاي ستيشن 4 لما تسحب على التوتش باد تظهر لك فأرة بحيث تسهل عليك التلويت والضغط. لكن هنا يا صديقي حتغير الامور بحيث سوف تستخدم الفأرة المخصصة بالبرنامج بالضغط على الزران تريجران. تظهر لك هذه الفأرة هنا بيضاء تستطيع سحبها وتلوث بها والأمور التي تحتاجها وتضغط مرة أخرى باثنان لكي تظهر. هنا يا صديقي يد البلاي ستيشن 4 متفوقة في هذه الفكرة أن التوتش باد يستطيع فهمها الهاتف. ممكن مستقبلا مع الأندرويد أو تغيير الأبديت أو شيء ممكن تبدأ تفهم التوتش باد مثل ما كانت في النسخة السابقة ليد التحكم للبلاي ستيشن. إذا صديقي التجربة مع الباندا جيم باد برو كالعادة تعمل جيدا. هو البرنامج الوحيد اللي يتقبل جميع الأيادي مهما كان اختلافها بدون أي مشاكل. وإلى هنا ننطلق إلى الخاتمة. إلى هنا نصل لنهاية الفيديو مع تجربتنا مع البلاي ستيشن 5. أول شيء يا صديقي اللي أتكلم عليه هو الميزات. ميزات البلاي ستيشن يد البلاي ستيشن 5 مثل الهزازات والتوتش باد والتريجر مقاومة الأزرار الخلفية هذه تعمل فقط مع البلاي ستيشن 5 أي مع منصته الخاصة. في حالة استخدامها مع الهاتف أو مع الحاسوب لن تتميز بهذه الميزات ولن تعملها معك أكيد. لكن الاستخدامات سوف تكون بسيطة على أنها يد سيمبل عادية مع الهاتف في حالة استخدامها مع الألعاب المدعومة بها يد التحكم في الهاتف. أما في حالة استخدامها مع الألعاب غير مدعومة واستخدام برامج محاكاة اللمس أو برامج طرف ثالث هنا صديقي الذي يعمل معك فقط باندا كما رأيت في تجربتنا هو باندا. لكن الشيء الذي رأيت أن يد البلاي ستيشن 4 أفضل من بلاي ستيشن 5 وهي التوتش باد يا أخي. التوتش باد هنا تعمل في اليد القديمة أما اليد الجديدة لا تعمل. لا أعلم وين المشكل أظن في اليد أو أظن في الأندرويد لم يتعرف على اليد كاملة. هذا الشيء لست متأكدا منها لكن أنا بعد تجربتي في البلاي ستيشن 4 عمل لي التوتش باد وهذا يساعدك جدا في لعبة بابجي في حالة التلويت والأمور السرعة والبديهة. أما من ناحية هنا فلا تعمل يعني تعمل فقط مع البلاي ستيشن 5 لا تعمل مع الهاتف يعني مشكل. اما من ناحيه الحساسيه فكلاهما جيدا اكيد من هذه الناحيه. الازرار واليد والقبضه اكيد حتكون مخصصه للبلاي ستيشن 5 افضل اكيد. لذا الاختيار سوف يكون صعب بينهم هم اثنين. لذا سوف اعطيكم انا بتجربتي الشخصيه اعطيكم نصيحه. في حال تريد استخدامها مع الالعاب المدعوم بها ايد التحكم لعبه تكون في الهاتف مدعومه بها ايد التحكم فانصحك بالبلاي ستيشن 5 اكيد. لكن في حال تريد استخدامها مع الالعاب الغير مدعومه بها ايد التحكم واستخدام برامج محاكاه اللمس او طرف ثالث فاكيد اختر البلاي ستيشن 4 افضل لانك تحتاج الى التوتش باد وعندك اضافه جيده. اما من ناحيه الحساسيه وكلاهما جيدا اكيد لان الصناعه اكيد شركه سوني لا تمزح في هذه الامور الصناعه تكون افضل اكيد. إذا يا صديقي سوف أترك لكم أنتم في التعليقات أعطونا رأيكم على من هي التي سوف تساعدكم في الألعاب. وبتجربتي أنا كانت هذه تجربتي متواضعة يا أخي. سوف أقول لك أن يد بلاي ستيشن 4 في أمورات عندك انفتاحية أفضل من ناحية التوتش باد حيساعدك في عدة أمورات مش فقط في ناحية التلويت لكن عندك أمورات مختلفة. لذلك نطلع عليكم ونترككم إلى نهاية الحلقة يا جماعة. لا تنسوا دعمنا في القناة. كان معكم وليد من قناة بيكسل بي جي ومشاهدة ممتعة إن شاء الله نتلاقوا في فيديو جديد.